ازيكم؟ في فيديوهات تحضير التربة الزراعية اللي عملتها كتير منكم سألني ازاي بنجيب مكونات التربة، وحسيت انكم مستصعبين فكرة تجميع مكونات التربة والخلط بنسب معينة. علشان كده جيت النهاردة اشرح لكم خيار سهل جدا للتربة الزراعية، وهي التربة الجاهزة. جبنا تربة جاهزة بمعنى سبق تحضيرها بالفعل، وجربنا نزرع فيها 4 نباتات من البذور. تابعوا معايا لنهاية الفيديو. انا محمد الخطيب ودي قناة شتلة. الكيس ده كله 15 لتر ب90 جنيه في وقت تصوير الفيديو، وهو خليط من البيتموس والبيلايت وفيرمكولايت وهيوميك أسيد وكمبوست نباتي مخلوطين بنسب مدروسة جدا. هنفضي التربة في جردل علشان يبقى سهل علينا ناخد منه، وهو ده شكل خليط التربة. الحبيبات البيضة هي البيلايت، والحبيبات البني هي الفيرموكلايت، والمكونات اللي لونها بني دي هي البيتموس والكمبوست. وزي ما عودتكم في فيديوهات تحضير التربة لازم نجرب نزرع فيها بذور ونشوف النتيجة. فجبنا صينية شتلات وهنبدأ نملاها بخليط التربة. المادة الأساسية لخليط التربة هي البيتموس، وزي ما قلنا في فيديوهات فاتت البيتموس مادة ليفية ميتة تتشكل لما تتحلل الطحالب والكائنات الحية في المستنقعات، ومن خواصه ان مساميته عالية جدا، فنضمن ان التربة تكون جيدة التهوية وعندها قدرة كبيرة انها تحتفظ بالمية والسماد، وهي مادة عضوية خصبة. والمواد المسامية في التربة هي البيلايت والفيرموكلايت، وهي مكونات غير عضوية وفايدتها تهوية التربة بشكل كبير، لان حبيبات البيلايت والفيرموكلايت فيها مسامات، وكمان المسامات دي بتخلي التربة خفيفة فبتساعد الجذور انها تنمو بشكل افضل. والمواد المغذية في الخليط هي الكمبوست النباتي، وده اللي هيمد التربة بالعناصر الكبرى والصغرى، وهتكون مصدر الغذاء للنباتات اللي هنزرعها في الخليط ان شاء الله. والمكون الاخير هو الهيوميك اسيد، وهي مادة محسنة للتربة، ووظيفتها بتسهل عملية امتصاص النبات للغذاء، فبالتالي يزيد نشاط المجموع الخضري والجذري. بعد ما مالينا صينية الشتلات بالتربة هنعمل حفر صغيرة بعمق حوالي 0.5 سم، وبعدين هنزرع في كل صف نوع بذور مختلف. اول صف هنزرعه شاي ازرق، وده شكل البذور بتاعتها، وتاني صف هنزرعه ريحان ايطالي، وتالت صف هنزرعه ريحان احمر، ورابع صف هنزرعه ريحان بلدي. بعدين هنغطي البذور بنفس خليط التربة ونخلي بالنا علشان البذور ما تتحركش. ولو وصلت للمرحلة دي ياريت تعمل لايك واشتراك، وبعد الفيديو ده خد جولة في فيديوهاتي اللي فاتت هتعجبك ان شاء الله. في النهاية هنسقي كويس جدا عن طريق الرش علشان البذور ما تتحركش من مكانها، وبعدين ناخد الصينية ونحطها في مكان مشمس، وما ننساش نرطب التربة كل ما سطحها يجف. وبعد شهر دي كانت النتيجة، ومن غير ما اسمد الشتلات ولا مرة لحد دلوقتي، وده معناه ان خليط التربة الجاهز اللي اشتريناه ممتاز جدا. وبعد كمان اسبوعين الشتلات كبرت وبقت جاهزة اننا ندورها في قصيص اكبر. بس كده، ولو مستعد تعمل خليط التربة بنفسك هتلاقيني شارح فيديوهات على قناتي لخليط تربة متكون من بيتموس وبيلايت ورمل. سلام، وما تخليش حاجة تزعلك.